لكم صباح الخير عليكم اخوان. صباح النور. كما تشوفوا هنا الاجواء بارده من مدينه بركان، وراها يعني امطار خفيفه الحمد لله. كما راكم تشوفوا الاجواء هذا الصباح هذا، ورا الغيام ان شاء الله غادي تكون الشتاء ان شاء الله. كما راكم تشوفوا انتم الاجواء ديال السماء كي راه دايره، ها انتم السماء كي راه دايره والشتاء راه كتصب بصراحه. هذا هو حي بوهديله، حي بوهديله كما راكم تشوفوا هنايا، او الملاعب القرب هما فين راهم هنا. كما تشوفوا الاجواء بارده، من الجو بارد بزاف، الامطار كما تشوفوا الامطار خفيفه يعني ماشي شهداء، ولكن من الشتاء رقيقه كما راكم تشوفوا انتم. هذا هو الشريعه كما راكم تشوفوا، هذا هو الشريعه انتم، الملاعب القرب حي بوهديله انتم. على اتجاه السوق ان شاء الله كما تشوفوا هنا، هذه قنطره واد الشريعه، ها انتم القنطره ديال واد الشريعه كما راهنا، هذه هي القنطره ديال واد الشريعه. الوالي سيدي حمد بركان، هذا الوالي الضريح ديال سيدي حمد بركان كما تشوفوا، هذا هو دائما رحنا في طريق حي بوهديله. الحمد لله على امطار الخير، وخا رقيقة ولكن الحمد لله رقيقة ومنفعة. هذه القنطرة ديال سيدي حمد بركان، هذه ساحة الاقلاق كما كنتوا، هذه ساحة الاقلاق، ساحة الاقلاق طالع حسين مقبرة سيدي حمد بركان. محطة التاكسيات ديال الناظور، العيون، التوريد، كل شيء ديال المحطة ديالهم. السوق هذا سوق مرزوق كما كتشوفوا، هذا هو سوق مرزوق، طريق سوق مرزوق. دائما كان الجو بارد هذا الصباح، الجو زعما الصراحة الجو رائع زعما بهاد الأمطار هذه الخفيفة ورقيقة صراحة. راكم تشوفو هانتوما، هانتوما الجبال ديال مدينة بركان. هاديك الطريق كيما راكم تشوفو، هاديك الطريق ديال تازاغين، هاديك الطريق ديال تازاغين هو ولوت. الحمد لله على الأمطار. صباح الخير. هذه الجوله درت لكم، هذه الجوله يعني في ظرف 3 دقائق ولا تقريبا، هذه الجوله يعني بعد الشوارع ديال مدينه بركان كما كنتم تشوفون. احنا وصلنا السوق ديال الجمله، هذا السوق الجمله هنا اللي فيه كيبيعوا الخضر الجمله الفواكه كلشي. هذا هو سوق الجمله هنا، هذا سوق الجمله ديال مدينه بركان كما كنتم تشوفون، هذا هو السوق. هانتوما سوق الجملة، سوق الجملة وعلى اليسر أنا غادي ندير الروبو هنايا. هذا سوق الجملة، ها هو سوق الجملة كيما راكم تشوفو هنايا، الإتجاه ديال دوار الميكا. غادي ندير الروبو هيها وندور وعاد نولي وندخل للسوق عاد. غادي إن شاء الله غادي نمشي نشري واحد الصندوق ديال البطاطا، البطاطا راه رخيصة، راه كدير 2 دراهم تقريبا من الجملة، راه رخاصة من الصراحة. هانتوما هذا هو سوق الجملة، هذا هو سوق الجملة هنا ديال مدينة بركان، سوق الجملة ديال الخضر.